دمار وركام وأربعة شهداء والعديد من الجرحى وخسائر مادية وتدمير منازل ومدارس ومحلات تجارية حصيلة استهداف مدينة مأرب المكتظة بالسكان بصواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية لتحيل ليل الأطفال والنساء إلى رعب وخوف وترقب للمزيد من الضحايا. وصلت البارحة حتى الآن وصلت إلى 4 شهداء وعدد كبير من المصابين، بالإضافة إلى دمار في بعض المساكن النازحين التي تضررت بشكل جزئي ومنها كلي، لكن يبقى الأثر النفسي الذي أصاب العائلات النازحة لها أثرها المأساوي في حياتهم ومستقبلهم. من خلالكم نوجه رسالة إلى المجتمع الدولي والمنظمات العاملة في الشأن الإنساني أن تدين وتستنكر مثل هذه الانتهاكات بحق الإنسانية ومخالفة ما نصت عليه القوانين الإنسانية بحق النازحين وحمايتهم وتجنيبهم الصراعات. تشهد هذه الدماء وهذا الدمار المنتشر في أرجاء مدرسة التفوق والمحلات المحيطة بها على هول الجرم الذي ارتكبته الميليشيات الحوثية بحق المدنيين، وراح ضحيته شهداء وجرحى في محيط المدرسة. يا أخي احنا جالسين في البقارة حقنا جالسين وده ما يدرينا إلا وكل صاروخ لا فوقنا هجم علينا. كانوا هنا واقفين من أصحابنا ثلاثة، استشهد اثنين بقي واحد جريح بالمستشفى، والآن عادوا الله أعلم كيفه. والبقالة انتهت على بكرة أبيها كله. مطالبات للمجلس الرئاسي بردع الميليشيات الحوثية برد يضمن حماية المدنيين ويكسر غرور الميليشيات ويردها عن بغيها، فتكرر جرائم استهداف المدنيين لن يقف ما لم تجد الرد باللغة التي تفهمها. تصرفات الميليشيات هذه لن يردعها إلا القوة، ولن تخضع إلا بقوة السلاح، لان لا ما اخذ بالقوه لن يرجع الا بالقوه كذلك. يعني هذه من يمارس هذه الافعال هو الى الزوال، من يمارس هذه الافعال لن يستمر ولن يكون ولن يحكم اراده الشعب هذا بالصميل او بالسلاح او بالدم الذي بيشتك في الميدان. تاتي هذه الجريمه ضمن جرائم الميليشيات الحوثيه التي يذهب ضحيتها أعداد من المدنيين سواء بالاستهداف المباشر أو بزراعة الألغام أو بطرق متعددة تجيدها الميليشيات. محمد القليصي لقناة سهيل، مأرب.